الفيديو الذي رأينا فيه رئيس الدولة يستقبل الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية كشف ممكن أسلوب جديد في التعامل مع المؤسسات الإعلامية ومع المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية، لكن أنا في اعتقادي الأسلوب هذا لا يجب أن يحجب أن المقاربة هي نفسها من 2011 إلى اليوم، مقاربة النخب السياسية والحكومات والأنظمة السياسية التي حكمت البلاد من 2011 إلى اليوم هي التعامل بطريقة منفعية انتهازية واقعية مع هذه المؤسسات، يعني باعتبارها فقط وسيلة ومنظومة للترويج للاتصال السياسي والخطاب السياسي. والدليل أنه لا يوجد إلى اليوم من 25 جويلية 2021 إلى اليوم بوادر ما يمكن أن نسميه سياسة عمومية في مجال الإعلام. التعيينات هذه واضح أنها لا تخضع لا إلى المعايير التي وضعت بالنسبة للتعديل، لأن يعني المرسوم 116 يقتضي الرأي المطابق، أعتقد أن الهيكل تم تغييبه وتم تهميشها. ثم مرة أخرى الأسلوب قد يبدو مختلف، لكن اعتقادي أن التعيينات مع احترامي للأشخاص كأشخاص، أنا اعتقادي أن يعني الغاية الأولى للنظام السياسي هي ضمان ولاء المؤسسات الإعلامية والعمومية على وجه الخصوص، وهذا أيضا لا يعني غياب أنواع من المقاومة داخل الجسم الصحفي، لكن الاستراتيجية العامة هي تطويع وتوظيف المؤسسات الإعلامية حتى تكون حلقة وصل بين المؤسسة السياسية والرأي العام. أنا اعتقادي أننا نجني اليوم فشل الانتقال الإعلامي، هو في الحقيقة الانتقال السياسي مرتبط ارتباطا وثيقا بالانتقال الإعلامي، لا يوجد انتقال سياسي دون انتقال إعلامي. لماذا؟ لأن السياسة تظهر للناس، تظهر للتونسيين عن طريق الإعلام، عن طريق الصحافة. التونسيون ربطوا في أذهانهم بين النخب السياسية والنخب الإعلامي. نحن اليوم نجني فشل الإصلاح، فشل الانتقال الإعلامي، وهذا يتحمل مسؤوليته الكثير من الفاعلين، منها الهيكا ومنها حتى الجسم الصحفي، أنا أتكلم بكل صراحة، والجامعة أيضا. يعني هذا الفشل هو فشل جماعي، ويجب أن نقر بأن هذا الفشل يعني من نتائجه اليوم أن النظام الإعلامي أصبح نظاما متحللا، يعني تحلل النظام الإعلامي في حالة تحلل متقدم، يعني حالة موت سريري، يمكن أن نقول أنه في حالة موت سريري. والدليل أن التلفزيون التلفزة الوطنية اليوم تشتغل يعني بنسبة قليلة من البرامج يعني الحقيقية. هذا خطاب جديد لاستراتيجية قديمة، خطاب جديد، يبدو أنه الخطاب جديد، هناك جمهورية جديدة وهناك يعني حرب تحرير كما تقول الرئاسة إلى آخره، لكن في الحقيقة الاستراتيجية نفسها هي التعامل مع المؤسسات الإعلام العمومي بنوع من الواقعية، بنوع من المنفعية. هي مؤسسات لها يعني وظيفة وحيدة في منظور الخطاب السياسي الحالي، هي أن تخدم السلطة السياسية. الآن الغلاف هو الباكاجينج يعني مختلف. احنا في الموضوع هذا يعني لن نبتكر العجلة من جديد، هناك معايير دولية وضعت للأنظمة الإعلامية في العالم، وضعتها منظمات دولية هي نتيجة تراكم لخبرات المجتمعات الديمقراطية. الإعلام العمومي هو إعلام يجب أن يكون مستقلا، يجب أن يكون في خدمة حق المواطنين، ليس في المعلومة لكن في حقهم في المعرفة في كيف تسير دواليب الدولة. هذه هي الوظيفة الأساسية للإعلام العمومي، لكن للأسف يعني كما قلت النخب السياسية من 2011 إلى اليوم غير مدركة لهذه الوظيفة. بصراحة يجب أن نكون واقعين، أنا لا أرى أي يعني بوادر أو أي علامات لعملية إصلاح الإعلام. عملية إصلاح الإعلام هي عملية معقدة جدا ومركبة، يجب أن تكون تشاركية، يجب أن تكون جماعية، يشارك فيها السلطة السياسية بطبيعة الحال، يعني هي المسؤولة على المؤسسات الإعلام العمومي، هي التي مطالبة أن تضع سياسة عمومية، لكن أنا لا أرى هذه البوادر، وأعتقد أن الجسم الصحفي عليه أن يتحرك وعليه أن يقود هذه المبادرة
مبادرة إصلاح الإعلام ووضع السياسات العمومية لإقناع المجتمع أولا. يعني هذه على الأقل في الفترة الراهنة يعني هذا هو الرهان بالنسبة لي. You